بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم عالم الصحافة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية. نسعد متابعينا الكرام بكم وبمشاركاتكم على هاشتاج البرنامج الذي يظهر في هذه اللحظات على الشاشة. نأمل أن تشاركونا بآرائكم، ودائما هاشتاج عالم الصحافة ثري بمشاركات متابعينا الكرام أصدقاء برنامج عالم الصحافة، فأهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. ونبدأ هذه الحلقة بعناوينها. في صحيفة الرياضية: أبطال كأس العالم يكشفون تفاصيل مثيرة بمقر الرياضية، هددونا بالذبح والسفارة السعودية غائبة. وفي صحيفة عكاظ: 25 لاعبا لودية أستراليا، استدعاء الصقر وشراحيلي واستبعاد المولد. وإلى صحيفة الجزيرة: لوبيز لن نستثني الهلال من معسكر لندن، والعنزي لا يرغب الأخضر. وفي صحيفة المدينة: عالمي في الطريق والبلوي يؤكد المستويات لا ترضينا، الاتحاد يقيل القروني ويكلف أنور. وإلى صحيفة الاقتصادية: واثق الخطوة يمشي بطلا، يا هلال تملى العين. ومن صحيفة مكة المكرمة: نقاد رياضيون، العميد بحاجة لإعادة صياغة شاملة. حياكم الله مشاهدينا الكرام. يقول لكم فريق برنامج عالم الصحافة زميل فيصل عصامي في رئاسة التحرير، وعبد الله الجمهور، وسعود هيف في الإعداد، والمخرج عبد المنعم عاشور، وخالد اليحيوي يسعد بكم، فأهلا ومرحبا بمشاهدينا الكرام عبر شاشة القناة الرياضية. متابعينا الكرام، في هذه الحلقة أرحب بضيفي الكريمين في الاستديو، الإعلاميين الرياضيين الأستاذ حسن القرني. حياك الله أستاذ حسن. أهلا وسهلا، مساء الخير لك الزميل خالد، ومساء الخير للزميل عبد الرحمن والإخوة المتابعين في كل مكان. أهلا ومرحبا فيك أخوي عبد الرحمن، وسعداء بوجودك معنا أستاذ. الله يحييك، يحييك أخي خالد، وحيي أخوي حسن وسادة المشاهدين. يا أهلا وسهلا فيكم، وأهلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة. مواضيع مثيرة وساخنة بالتأكيد، ونأمل منكم أن تشاركونا بأسئلتكم لضيوفنا الكرام أو تعليقاتكم على هذه المواضيع التي اخترناها لتكون عناوين ومحاور رئيسة في عالم الصحافة. أهلا بكم. وإلى العنوان الأول في الرياضية: أبطال كأس العالم يكشفون تفاصيل مثيرة بمقر الرياضية، هددونا بالذبح والسفارة السعودية غائبة. متابعينا الكرام، في تفاصيل هذا الخبر لزميل علي الحدادي في صحيفة الرياضية: كشف الأمين العام للجنة البارلمية السعودية ورئيس البعثة الدكتور ناصر الصالح وعدد من لاعبي منتخب الاحتياجات الخاصة لكرة القدم، كشف في مقر صحيفة الرياضية عن تفاصيل مثيرة قالوا عنها حدثت للفريق في مباراة المنتخب النهائية التي جمعتهم بجنوب أفريقيا، حيث تعرض عناصر المنتخب ليلة التأهب لمباراة جنوب أفريقيا لتهديد بالقتل من قبل عناصر جنوب أفريقية تقدمتها إمرة بمقر سكن البعثة من أجل الضغط عليهم في المباراة النهائية. وفي ذات السياق أبدأ الدكتور صالح ناصر الصالح وعدد من لاعبي المنتخب السعودي عتبهم الشديد على كون السفارة السعودية في البرازيل لم تقدم للبعثة خدمات تذكر حتى بعد الحصول على كأس العالم، ما كبدهم الكثير من المشاق وليس أدل من عدم حضور ممثل للسفارة للمباراة النهائية لكأس عالم يشارك فيها منتخب وطني. أستاذ حسن، ربما يعني الكلمات تعجز عن التعبير عن استياء الوسط الإعلامي والرياضي من هذه الحادثة ومن هذا التجاهل من المسؤولين في سفارة المملكة العربية السعودية في البرازيل. أولا نهنئ الجميع بهذه البطولة، اللقب الثالث
للمملكة العربية السعودية، ونعتقد أنه في خضم ما ذكر من أنباء هذا أمر مهم وأمر حيوي حقيقة، أن يعني يزداد قناعتنا نحن كمتابعين رياضيين بأن لدينا منتخب حقيقة يشرف. ففي ظل ما ذكر من أخبار ومن أنباء أنك تحقق اللقب وتحقق اللقب للمرة الثالثة وتحققه بقيادة الزميل المدرب الوطني الدكتور عبد العزيز الخالد، كله حقيقة يعني إشارات على أهمية المنجز، وعلى أيضا اندفاع حقيقة كثير من أبناء الوطن للإشادة بهذا الاقتراح وتكريم جميع الإعلاميين والرياضيين اللي حققوا أو شاركوا في هذا المنجز. بالنسبة للحديث أنا أقول كم هو جميل أنه يهددون بالذبح والأخضر يذبح على طريقته في أرض الملعب ويحقق اللقب إن كان صحة الأنباء. جنوب أفريقيا إجمالا أصلا بلد يعني يعتمد على في كثير من مناحي الحياة عنده على جوانب العنف والتهديد، لكن إحنا لا يهمنا من الأمر إلا أنه الأخضر شرفنا وقدم هذه البطولة. بالنسبة للحديث عن السفارة أنا أعتقد أنه تقصير واضح، ونحن يعني لسنا أقل من الآخرين في مسابقة جميع السفارات الدول إلى الوقوف جنبا إلى جنب بجانب الأندية التي تشارك، وقد حدث حقيقة حتى لنا نهضم الإخوان في السفارة، كثير من السفارات تواجد السفراء حقيقة وكان لهم دور فاعل في تذليل كثير من العقبات أمام كثير من منتخبات السعودية وفي مناسبات متعددة. ربما أنه هنا الحالة اختلفت وحدث نوع من التقصير، لكن أيضا إجمالا أنا أتصور أنه أيضا في مفهوم خاطئ في الإشارة إلى أن المنتخب تابع للاتحاد السعودي لكرة القدم بينما هو تابع للجنة البارالمبية كما ذكرت أنت في بداية حديثك، وهذه مسألة مهمة يعني للكثير من المفاهيم الموجودة في أن المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة هو تابع للاتحاد السعودي أو للرياضة أو لكرة القدم السعودية بشكل عام، إنما هو يختص بجزء آخر أيضا، هذا من قبل التصحيح المفاهيم عند كثير من الناس. نعم. لكن هل هذه اللجنة تحت نعم. مظلة الرئاسة العامة لرياضة الشباب أو لا؟ نعم صحيح. هذا ما كنا نقصده وكثير يقصده من المتابعين الكرام. نعم صحيح. هنا حديث في هاشتاج البرنامج لعامر عسيري يذكر فيه الاحتياجات الخاصة لابد من النظر إليهم لأنهم حققوا الإنجاز. هذا عامر عسيري في هاشتاج البرنامج. أنا توجه بالسؤال لك أخوي عبد الرحمن، لماذا تعاملت السفارة السعودية مع ممثلي الوطن في هذه البطولة الدولية في كأس العالم؟ هل لأنه لم تهتم الجهات الرسمية الخاصة بهذا الفريق، لم تهتم به ولم تقدم خطابات دعم رعاية عناية، الإعلام أيضا قصر في هذا الجانب، لذلك التقصير شمل حتى السفارة وهي جهة دبلوماسية التي من المفترض أن ترعى مصالح السعوديين وتهتم بها؟ والله إذا أخذتها أول شيء طبعا بارك لل البطولة، أعتبر أنها بطولة تعتبر هي تأكيد لعلو كعب الكرة السعودية في الاحتياجات الخاصة، وأنه تأكيد بأن المنتخب السعودي حقق هذه البطولة عن جدارة واستحقاق، وليس من باب الصدفة أو من باب ضربة الحظ، ولكن بناء على تخطيط وعلى إمكانيات وعلى قدرات يملكها سواء كان اللاعبين أو حتى الجهاز الفني بقيادة الدكتور عبد العزيز الخالد. هذا من جانب. من جانب آخر لو أخذناها ناخذها هي من منظومة من جميع جوانبها تعتبر في 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 نواحي قصور، سواء كان من الاتحاد السعودي كرة القدم، سواء كان من الإعلام السعودي، سواء كان من إدارة المنتخب، سواء كان من الدولة المنظمة للبطولة، سواء كان من الاتحاد المستضيف لهذه البطولة، كل هذه الجوانب هي شملها التقصير وشملها يعني نقدر نقول اللوم في هذا الجانب. بمعنى أن في كثير من السعوديين يجهل تماما أصلا متى بدأت المباراة، متى بدأت البطولة، ومتى انتهت، وكيف بدأت، ومن لعب مع من، كل هذه الأمور. برنامج المسابقة يغفل عنه كثير يعني. هذا المشكلة المفروض إنه يكون فيه له تسليط ضوء إعلامي. حتى من أتكلم، شوف أنا أتكلم الإعلام السعودي بكل جوانبه، حتى التلفزيون
حتى التلفزيون السعودي المفروض انا لما يكون مشاركه لمنتخب في 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 محفل هام مثل هذا المحفل وحنا ابطال المسابقه وحنا لنا الـ 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 يعني الافضليه في كل شيء في هذه المسابقه لابد يخصص لها مساحه كبيره لهذه البطوله. ولكن مشكلتنا وشو؟ انه احنا نتخوف النتائج، لو اعطيناها زخم كبير من الاعلام وبالتالي تكون هناك في خيبه امل فتكون عمليه اللوم موجوده، ولكن حقيقه لازم احنا نذكرها، احنا قصرنا بشكل كبير جدا. سواء انا اعتذر عن القناه الرياضيه، انا لا اود الحديث عن القناه الرياضيه، لا اقدم اعتذار عن القناه الرياضيه، لكن القناه الرياضيه قدمت ونحن نعتبر نفسنا انفسنا مقصرين في القناه الرياضيه، لكن قدمنا بعثه اعلاميه مرافقه قدمت كثير من الاخبار والرسائل المصورة المباشرة عن منجزات المنتخب. أنا في كل بزميل بندر الشهري يعني للتو عادة مع هذه البعثة بعثة المنتخب مع مجموعة من الزملاء. أيضا تم نقل المباراة النهائية لمباراة المنتخب السعودي أمام جنوب أفريقيا مباشرة على الهواء على القناة الرياضية. أيضا تم استقبال فجر أمس تم استقبال المنتخب السعودي والبعثة لدى وصولها على الهواء مباشرة. نقل مباشر فور وصولهم إلى أرض الوطن. لكن أنا أتحدث عن الإعلام، يعني أنا لا أبرئ ساحة القناة الرياضية، المفترض يكون أكثر من كذا. هذا الكلام وهذا أنت ما تقصده. أنا أبغى المساحة الأكبر، أبغى أعطي مساحة تكون ترضي أو على الأقل تحرك سكون الشارع الرياضي تجاه هذا المنتخب المشارك في بطولة مثل هذه. هذا اللي أتكلم عنه. بالإضافة إلى نفس الاتحاد المستضيف لهذه البطولة زين، اللي هو الاتحاد البرازيلي، اعتقد انه يعني قصر بشكل كبير جدا باتجاه هذه البطوله بشكل غير طبيعي. بمعنى انه مثل 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 هذه البطوله يعني تقام، المفروض انها تقام في في ملاعب افضل من الملاعب اللي لعبت فيها، لابد انه يعني مباراه نهائيه تلعب في ملعب ولا حق درجه ثالثه ودرجه رابعه. صحيح. في الدوري البرازيلي الفرق بينه وبين العام يعني قبل 4 سنوات في جنوب افريقيا كان يعني التغطيه والملعب وكان في حضور جماهير، كان في يعني اهتمام، واللي قبله ايضا على ما اذكر كان في المانيا كان ايضا مميز صراحه. لا. لكن في البرازيل سبحان الله كان فعلا التغطية بطولة ميتة، كانت بطولة ميتة يعني فعلا كانت يعني كان ما فيها اي اهتمام، ما في ما اعطوها اي نوع من نقدر نقول الدعم اللي تستحقه كبطولة كأس عالم، سواء كان هي يعني هم ذوي الاحتياجات الخاصة هم هذا يقدمون مستويات ولعبوا بشكل باجمل بصورة وقدموا شيء مشرف لبلدانهم والسعودية حققت هذه البطولة. ايضا الكابتن عبد العزيز الخالد قدم صوره مشرفه، هذا الاخ المهند في هاشتاج عالم الصحافه يقول نتمنى ان يعطى المدرب الوطني الكابتن عبد العزيز الخالد الفرصه في تدريب احد الفئات السنيه للمنتخب فعنده سر في هالبطولات. ايضا سلطان البارحي يقول مبروك للاخضر السعودي وما حصل من السفاره، اذا كان صحيح فهو شيء مخجل، الاخضر شرفنا كعرب في هذه البطوله، يستاهلون تكريم عربي. ايضا شؤون صغيره، انا عندي راي لو نخلي منتخب الاحتياجات الخاصه يمثلنا بديل عن المنتخب الاول. اعتقد الروح اللي كانت موجوده في هؤلاء الشباب في المباريات وحتى في كثير من التقارير التي رصدها لنا زميل بندر من موفد الرياضيه، كان هناك روح. صحيح. روح وطنيه موجوده كبيره جدا في نفوسهم، نتمنى ان تتحول هذه الروح الى المنتخب الذي سيعسكر بدون انتماءات. ان شاء الله انها موجوده الروح عند حتى عند الاخضر، وان شاء الله انه قادر على العوده الى ساحه المنافسه مع قليل من الاهتمام وكثير من الهدوء. سيعود الاخضر ان شاء الله تعالى يعني كما نعرفه جميعا بطل لا يشق له غبار، انما يعني قليل من الهدوء قليل من الصبر، الناس خلوها تعمل بشكل صحيح، ان شاء الله الامور الى خير ان شاء الله. نعم. ابو سلطان يقول بعض ممثلي السفارات السعوديه لا ينظرون للرياضه بانها احدى واجهات الوطن، وبالتالي نجد التقصير من بعض السفارات. تقديرنا واحترامنا بالتأكيد لكل العاملين في هذه السفارات، ولكن أيضا المواطن السعودي أيا كان الدور الذي يقوم به والذي سافر من أجله في أي بلد له كل التقدير والاحترام، ولا بد من رعايته وعنايته والبحث عن كل ما يحتاجه وتوفيره له. متابعينا الكرام، أيضا صالح بلو يقول التقصير لا يقتصر على ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن يشمل جميع الألعاب الرياضية كالسلة والطائرة، لأن كرة القدم تحتل النسبة الأعلى. هو يتحدث عن الإعلام والاهتمام الإعلامي وأيضا اهتمام من قبل المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لأنه يشمل الموضوع الجميع. متابعينا الكرام، الآن نتحول بكم إلى موضوع آخر من مواضيع عالم الصحافة، فأهلا بكم.
في صحيفة عكاظ 25 لاعبا لودية أستراليا، استدعاء الصقر وشراحيلي واستبعاد المولد. متابعينا الكرام، كنا يوم أمس في بث مباشر من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حيث أعلن المدير الفني للمنتخب السيد لوبيز كاروف في مؤتمر صحفي قائمة الأخضر السعودي المستدعى للمعسكر الإعدادي الذي سيقام في لندن من 1 حتى 9 سبتمبر 2014، وذلك استعدادا لكأس خليجي 22 وكأس آسيا 2015، حيث سيتخلل المعسكر مباراة ودية دولية ضد منتخب أستراليا يوم 8 سبتمبر على ملعب نادي فولهام بمدينة لندن. وجاءت قائمة لوبيز كالتالي: الحراس وليد عبد الله، عبد الله المعيوف، فواز القرني، الدفاع أسامة هوساوي، ماجد المرشدي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، أحمد عسيري، عبد الله الزوري، منصور الحربي، سعيد المولد، حسن معاذ، وياسر الشهراني. والوسط: سعود كريري وسلمان الفرج، إبراهيم غالب، وليد باخشوين، شايع شراحيلي، سالم الدوسري، مصطفى بصاص، يحيى الشهري، تيسير الجاسم. وفي الهجوم: نايف هزازي، وناصر الشمراني، ومختار فلاتة. متابعينا الكرام، الآن ينضم لنا الزميل محمد نجيري مدير القناة الرياضية الأولى للحديث أولا عن ما تم عمله وأيضا ما سيتم في تكريم منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة. أبو صالح حياك الله. مرحبا، مساء الخير خالد، أرحب فيك وأرحب في ضيوفك الكرام والأخوة المشاهدين. الله يحييك. حقيقة هو توضيح مهم، يمكن صار كثير من الأحاديث في الفترة الأخيرة فيما يخص تغطية القناة الرياضية تحديدا، أو لنقول القنوات الرياضية تحديدا في لمنتخب ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة الذهنية. أنا أحب أوضح من خلال برنامج عالم الصحافة أنه الخطة هذه تم إعدادها من قبل عام كامل مع الدكتور عبد العزيز الخالد مدرب المنتخب، مع الدكتور ناصر الصالح اللي هو رئيس البعثة والأمين العام. خطة كانت على مدار عام كامل تغطية معسكرات المنتخب التي كان يعني إدارة المنتخب تسمح بتغطيتها من خلال الخطة اللي عملوها. كنا متفقين عنه هناك، وهذا الكلام تقريبا تستطيع التأكد منه من خلال الدكتور عبد العزيز والدكتور ناصر، هناك معسكرات لا ترغب إدارة المنتخب في تغطيتها، يعني ترغب أن تعمل بعيد عن الإعلام. وهناك معسكرات كانت فعلا إدارة المنتخب زودنا بالأخبار يعني الحصرية والأولية لما حدث من خلال معسكرات مثلا تجمع، ومعسكرات مثلا تكون فيها اختبارات لياقة، ومعسكرات كما نعلم هذا فريق بطل، وكان خطة تقريبا هناك ما هو للإعلام وهناك ما هو سري وليس للنشر. فالاتفاقية تمت من خلال اجتماعي أنا شخصيا بالدكتور عبد العزيز الخالد مع سعادة الدكتور محمد باريان مدير عام القنوات، اجتمعنا بالرجل وتواصلنا على أن نقوم بتغطية الحدث من بدء الخطوة الأولى إلى وصول المنتخب للبرازيل. آخر أعتقد بطولة إذا تذكر المشاهد الكريم أو من يعارض من يقول أن القناة الرياضية لم تغطي الحدث، عليه أن يتذكر البطولة التي أقيمت في دبي قبل تقريبا حدود 6 أشهر وحقق المنتخب بطولتها، كانت بطولة أيضا ترويجية لكأس العالم، وحقق هذا المنتخب البطل بطولتها وانتقل بعدها لأكثر من تجمع وأكثر من معسكر، تحديدا لم تكن إدارة المنتخب ترغب في تسليط الضوء عليه حتى وصل للبرازيل وحقق البطولة. أعتقد في البرازيل أرسلنا وفد مكون من مجموعة من الزملاء، قاموا بإرسال أكثر من رسالة شاهدها المتابع. أقول المتابع هنا لأن في ناس للأسف يعني اكتشفت انه غير متابع، خصوصا من الاخوه الاعلاميين. بعض الاخوه الاعلاميين للاسف قام بكتابه مقالات ومعلقات في هذا الخصوص وهو لم يشاهد اساسا لا الرسائل ولا شاهد مراحل اعداد المنتخب، ولم
يعني حتى يتواصل مع إدارة القنوات لمعرفة ماذا أقرت من ناحية النقل مع إدارة المنتخب وعدم النقل. نعم. حتى وصلنا إلى البطولة تحديدا، وهي البطولة التي كانت بين الأيادي، يعني كنا متفقين مع شركة ستنقل البطولة، تعرضنا لنوع من لنقل الابتزاز، رفع السعر وتخفيض السعر، واكتفينا بموقفنا وهو أن الاتفاق الأول أن يتم نقل البطولة بالشكل الذي اتفقنا وبالمبالغ التي اتفقنا، وفي الأخير رضخت الشركة لما يعني إحنا قررناه في البداية واتفقنا عليه. نعم. هذا مجمل ما حدث أخوي خالد. جميل. أنا أتمنى يعني الزملاء والأخوان دائما يعني يستقل المعلومة من مصدرها، وهي أنه القنوات الرياضية مفتوحة من سعادة مدير القنوات دكتور محمد بريان إلى آخر موظف، كلنا موجودين وجاهزين لأي استفسار. نعم. نعم أبو صالح الأستاذ محمد نجيري مدير القناة الرياضية الأولى، شكرا لك على التوضيح ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله نتمنى تكون الصورة واضحة لكل المشاهدين الكرام والإعلاميين بشكل عام. عندك تعليق؟ كان عندي تعليق بس كان ودي هو معي هو على الخط عشان أقدر أتكلم معه، لأنه يعني ذكر أكثر من نقطة كان ودي أن أناقشه فيها في عملية السرية وما السرية. أعتقد أنه إحنا في كرة قدم يعني ما يحتاج في أي نوع من السرية في عملية أنه غير صالح النشر أو مشابه القبيل هذه. أعتقد أنه كرة القدم مجال مفتوح، مجال غير قابل للسرية على ما قال، لأن يمكن لو السرية في عملية انتقالات، في عملية أمور زي هذه اللي تعتبر فيها نوع من الخصوصية، لكن في عملية استعداد فريق أو عملية مشاركة فريق في بطولة أعتقد أنها ما فيها نوع من السرية. هذا من جانب. من جانب آخر كلام أبو صالح كأنه يركز كلامنا أنه إحنا كنا نتكلم على التلفزيون فقط، وإحنا ما نتكلم على التلفزيون فقط، إحنا نتكلم على جميع وسائل الإعلام. التلفزيون هو جزء من الوسائل، ولكن ليس هو الكل. هذا اللي أنا تكلمت عنه. خلينا يكون الصورة أوضح كمان. الأستاذ ترى محمد نجيري مداخلته معنا لتوضيح الصورة بشكل أوضح حتى تكتمل الصورة لدى أستاذ محمد والأستاذ حسن ولكل المشاهدين الكرام، بأنه هذا ما قامت به القنوات الرياضية، وهذا ما منعنا أن نقوم بنقل كل المباريات الخاصة بالمنتخب، بعض التجاوزات وبعض الاختلافات ما بين الشركة الناقلة وما بين القناة الرياضية، لكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يوفق دائما الكل في دفع عجلة التقدم الرياضي، وبالتأكيد يعني مثل هذا. خلينا نرجع العنوان المنتخب مرة ثانية عشان المنتخب السعودي، وخلينا في الأجواء الأخضر. لا مش على كذا، بس أنا كنت أتكلم على نقطة مهمة، بس إنه كلام أبو صالح ترى كان كلام عتب على الإعلاميين، وهذه نقطة مهمة هي اللي كنت أنا أبغى أرجع عليها وهو موجود، ولكن دامه مشى خلاص نخليها أجل وقتها. العتب مرفوع. متابعينا الكرام خلينا نرجع مرة أخرى نذكركم بالعنوان، عنوان الأخضر وتشكيلة الأخضر، ثم نعود. في صحيفة عكاظ 25 لاعبا لودية أستراليا، استدعاء الصقر وشراحيلي واستبعاد المولد. أستاذ حسن، كيف تنظر لإعلان التشكيلة وتشكيلة المنتخب بالأسماء التي تم اختيارها؟ ما نعلنت التشكيلة حتى يعني ما شاء الله طارت الأخبار في كل مكان، وبدأ الجميع يفتش في التشكيلة ويفتش في بعض الأسماء وبعض النقاشات وبعض الحوارات، ويمكن عندكم أنتم محور يدور حول هالنقطة. لكن للأمانة التشكيلة يعني جاءت بما نسبة يمكن 80-90% مقنعة للجميع، يعني عدا اسم أو اسمين أو ثلاثة كانت يعني يدور حولها النقاش، لماذا لم يتم ضم فلان أو كذا، ولماذا اعتذر فلان أو كذا. شوف اليوم والمنتخب يعني يقدم نفسه من خلال هذه التشكيلة في مباراة مهمة أمام منتخب الأسترالي وستكون خارج الحدود في لندن. أنا أعتقد أنه يعني يجب أن يستفيد منها الأخضر فعلا الاستفادة الكاملة. أنا أشوف يعني أنا كنت أتمنى حقيقة شخصيا حتى يعني نخرج من جدليات موجودة في الوسط الرياضي بشكل عام، أنه يكون مثل هذه المباريات، أنت عندك رزنامة المسابقات المحلية وأنها مضغوطة، وعندك البطولة الخليج، وعندك خليجي. البطولة الآسيوية، وعندك فرق تشارك آسيويا يعني، وفي بطولة أيضا مهمة وفيها اثنين من الأندية المرشحة للفوز باللقب اللي هي الهلال والاتحاد يعني قبل أن يخرج. أنت مدام عندك هالرزنامة وعارف هالوضعية، كان الأولى حقيقة من وجهة نظر خاصة
انه الاخوان في اداره المنتخبات ان يبحثوا حتى مع المسوق وان جعل المباراه خارج الحدود في لندن انها تكون مثلا موجوده في 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 منطقه قريبه وتكون في مكان اقرب لل يعني من عناء السفر. انا اعتقد انه 9 أيام فعلا عدد ايام طويل. المفروض يكون هناك 5 أيام. 5 أيام أنا أقول إنه إذا كان تخرج خارج الحدود 5 أيام غير كافية للأمانة يعني. صحيح. لكن 5 أيام وأنت تختار مكان مناسب عطفا على إنه عندك رزنامة المسابقات المحلية والضغط الحاصل، هذا جانب أتصور إنه عند الإخوان في دار المنتخبات يتحملونه. في الجانب الآخر أنا أعتقد إنه أيضا المبالغة في عملية إنه لماذا يعني يكون هذا الوضع، لماذا يكون إنه يلعب لاعبي النادي الفلاني ولماذا لا يستدعى فلان. أنا أعتقد إنها مسألة يعني حقيقة يجب تجاوزها. نعم هناك رغبات وهناك طموح وهناك آراء متعددة حول من يضم وحول من، لكن لماذا نحن نتعلق بالقشور ما دام المنتخب يعني من وجهة نظر خاصة أنه منتخب جيد وتحسن وضعه يعني مع لوبيز للأمانة نحن أفضل مما كنا قبل ما نكون مع لوبيز من ريكارد. يعني نحن أفضل والمنتخب منتخب جيد وموجود فيه الحماسة واللاعبين موجودين. اليوم يرجع للتشكيلة فلان، أغلب الأسماء الموجودة للأمانة هي سبق استدعاها وسبق يعني انها تواجدت مع المنتخب في مناسبات سابقه تقريبا، ما في غير اسم يعني اسم او اسمين جديده أو اسمين. وهذا شيء منطقي يعني. هو الرجل يبحث عن توليفه معينه وعنقه معينه. لاحظ تمسكنا بالعنزي في القضيه وتمسكنا باسماء نعم. الهلال في المشاركه. جميل. بينما تجنبنا كل الايجابيات اللي ممكن ان نحصل عليها او اللي حصلنا عليها من خلال مشاركه الهدف المنتخب. الهدف من هذا المعسكر ربما بالتاكيد لدى مدرب المنتخب اللي ذكر ايضا بانه الاسباني لوبيز كارو ذكر انه العنزي حارس جيد لكنه لا يرغب في تمثيل الاخضر، وذكر بانه لن نستثني لاعبي الهلال من المعسكر. فبعد ان تحدث بالتاكيد في مؤتمر الصحفي قال سعيد بلقاء الاعلاميين في هذا المؤتمر واهني نادي الهلال على المكسب الكبير الذي حققه في البطوله الاسيويه، وهذا التاهل هو نجاح للهلال وللكره السعوديه، وأتمنى الشفاء العاجل للاعب فهد المولد وأن يعود قريبا إلى الاتحاد والمنتخب لأن الجميع بحاجة إليه لإمكاناته الفنية. كما أتمنى للمدرب خالد القروني التوفيق في قادم المباريات والبطولات، ونقول لنادي الاتحاد حظ أوفر في البطولات القادمة. وفي حديثه عن بالتأكيد عبدالله العنزي تحدث بأن اللاعب بأحاديث كثيرة تداولها كثيرا في وسائل الإعلام المختلفة، تضاربت هذه الأحاديث مع أحاديث مدير المنتخب الكابتن زكي الصالح ما بين فنية وبين عدم رغبة اللاعب في تمثيل المنتخب، هذا ما ذكره السيد لوبيز. أستاذ عبد الرحمن تعليقك على هذا الحديث من المدرب والأستاذ سلمان القريني كمدير المنتخب السابق عضو إدارة الاتحاد تحدث في وسائل الإعلام بأنه وتحديدا في برنامج الملعب مساء أمس بأنه المدرب عنده علم بعدم وجود بغياب بسبب غياب عبد الله العنزي وعذره في عدم وجود رحله مباشره، والمدرب وذكر بانه وصف تصريح المدرب بانه تصريح غير مسؤول. انا طبعا اتحفظ على كل ما يدور في هذا النطاق. اول شيء انا فكره المعسكر في لندن اعتبرها فكره غير جيده على الاطلاق، ولا يعني وفق فيها إدارة المنتخب على وجه الإطلاق. السبب أن تلعب بطولة خليجية وفي مكان حار هنا في الرياض، ومعسكر مثل هذا بعيد عن الأجواء، وحتى أنك تلعب مباراة مع منتخب يعني بعيد كل البعد عن حتى الأجواء اللي أو المدارس اللي قاعد تلعب معها، أعتقد هذا من الخطأ. منتخب أستراليا قوي قوي، ما قلنا شيء. أنت قاعد تلعب مع منتخب، تلعب مع منتخب أقوى منك مو أو أنا قوي أنا فنياً. أنا أتكلم أنت حاول تلعب مع منتخبات تكون قريبة من نفس المدارس اللي تكون فيها المنتخبات الخليجية اللي تلعب معها، هذا نقطة. النقطة الثانية أنا ألعب في جو حار في جو ناشف مثل جو الرياض، أترك الأجواء هذه كلها وأروح ألعب في مكان بارد وبرودته عالية ومع فريق يعني مدرسة مختلفة وبعيدة كل البعد عن المنهج اللي أنا ألعب فيه، أعتقد أن هذا فيها كثير من التحفظ. أنا من وجهة نظري كان مفترض أنه أنا ألعب هنا مباراة ودية على أقل تقدير ومع منتخب قريب يكون على الأقل عربي من تونس من مصر من اللي يكون قريب منك وتقدر أنت تفهم إيش اللي تقدر تطبقه من خلالها، هذا نقطة. النقطة الثانية فيما يخص عبد الله العنزي أعتقد أنه يعني
طرقت القضية هذه كثيرا، ووصلنا إلى قناعة تامة أنه ليس هناك نقطة التقاء ما بين الإدارة التي تدير المنتخب السعودي وبين عبد الله العنزي بالذات، بمعنى انه في تضارب حتى في الاحاديث وفي التصريحات، بمعنى انه لوبيز يقول انا عبد الله العنزي ما اتصل ولا اعتذر، فانا كيف انا ما اعرف هذا الشخص شكله ما يبغى المنتخب، وفي المقابل مدير المنتخب يقول انه شو اسمه الاستبعاد عبد الله العنزي استبعاد فني. في المقابل في بيان سابق عند في المشاركه السابقه للمنتخب السعودي اصدرت اداره المنتخب بيان وقالت انه والله احنا قبلنا اعتذار عبد الله العنزي، ان عبد الله العنزي اعتذر واحنا قبلنا اعتذاره. فشوف التضارب اللي موجود الان كله في هذا في هذا في هذا القضيه بالذات. لوبيز يقول ما اعتذر لي ولا قال لي ولا ادري عنه، وش اسمه زكي الصالح يقول انه والله استبعاد فني. في المقابل اداره المنتخب قبل تقريبا ثلاث شهور تقريبا طلعت بيان بانه والله احنا قبلنا اعتذار عبد الله العنزي، الرجال اعتذر واحنا قبلنا اعتذاره. اذا في حلقه مفقوده في هذا الامر. عبد الله العنزي رجل محترف يريد خدمه الوطن، متى ما هيئت له بالطريقه الصحيحه بالاسلوب الصحيح بالاسلوب الامثل اللي اعتدنا عليه احنا مع كل اللاعبين. عبد الله العنزي اصبح هناك فيه من يترصد لعدم انضمامه للمنتخب، ولا نعلم ما هي الاسباب، ما هي الدوافع، ما هي المبررات. كل هذه الاشياء وضعوها على الطاوله دون اي ايضاح من مصدر مسؤول، انا اتكلم مسؤول وحطها بين قوسين بالنسبه للاتحاد السعودي لكره القدم. للاسف الكل يتهرب من الادلاء بتصريح رسمي وحقيقي وواضح وشفاف فيما يخص قضيه عبد الله العنزي، ولا ادري ليش التهرب هذا كله. عبد الله العنزي لاعب يريد تمثيل المنتخب، وما اعتقد انه في لاعب سعودي لا يريد تمثيل المنتخب، هذا طيب. شيله من بالك، ولكن هناك عقبات. من يضع العقبات؟ من يحاول ابعاد عبد الله العنزي؟ ها؟ هذا يعني؟ هذا اللي احنا قاعد نساله ليه؟ اذا كان عبد الله العنزي اذا كان حديثك هذا بمعنى انه انا بقول لك على حاجه، اذا يعني وافقتك في الحديث بانه هناك عقبات وهناك من يضع عقبات لعبد الله العنزي عن تمثيل المنتخب، لماذا عبد الله العنزي بالذات؟ احنا كلنا نسال نفس السؤال، تخيل احنا كلنا نسال نقول ليش عبد العنزي بالذات. عبد العنزي اذا كان جاهز فنيا ويعتبر من افضل الحراس الموجودين في الكره السعوديه الموسم الجميع هذا ما في هذا احنا شوف انا قاعد اتكلم باشياء تعتبر غير قابله للجدل. فاعتقد انه يعني انا من وجهه نظري انا كمدرب، لو انا مدرب وانسان انا يعني ادرك تماما مصلحتي انا كمدرب واللي ينفعني انا كمدرب داخل الملعب، احاول ان انا استفيد من خدماته الى اقصى حدود. فاعتقد انه عبد الله العنزي قدم مستوى يغري اي مدرب مهما كان انه هو يستعين بخدماته كحارس المنتخب الاول. هذا احنا يعني بالمنطق نتكلمها، لكن ما يحدث الان هو حاجه. طيب لماذا المدرب السيد لوبيز كارو يعني يذكر في المؤتمر الصحفي بانه عبد الله العنزي لم يعتذر، بينما اداره المنتخب ذكرت بانه تم اعتذار اللاعب وتم ابلاغ المدرب بمشكله اللاعب ولديه معلومه؟ ما هو السر في حديث المدرب الان؟ نتحدث عن المدرب، شوف المدرب هل هو يعني يريد ان قد يكون مغيب عن كل ما يحدث في هذا الامر، بمعنى انه يا ينقل له صوره خطا تنقل له بانه والله اللاعب هذا مثلا لا مبالي غير منضبط مستهتر لا يريد التصريح لا يريد أيوة في تمثيل كل المنتخب. كل هذه الاشياء. طيب اذا كان هذا الكلام يعني انت شوف الحلقه المفقوده اللي احنا نتكلم عنها الان هي هذه اللي الاجابه على سؤالك اللي انت قاعد تقوله لماذا؟ ليش عبد الله العنزي بالذات؟ احنا نتكلم ونقول انه كل هالتضارب اللي قاعد يصير في التصريحات ما بين اداره المنتخب ومدرب المنتخب اعتقد ان هي الاجابه الحقيقيه لسؤالك. احنا نتمنى ان احنا نعرف ايش السبب، واذا كان ما في اي عائق للانضمام عبد الله العنزي ليش ما يضم؟ استاذ حسن تملك اجابه في هذا الموضوع؟ انا شوف انا يعني دائما سبحان الله من جالس بعيدا يعني احنا ما ودنا نتحدث عن لاعب ينتمي لنادي معين، نتحدث عن لاعب وهذه القضيه اجمالا وهذه القضيه التي قد تحدث لعبد الله العنزي وقد تحدث لاي لاعب اجمالا في فجوه في على مستوى الاعلامي داخل المنتخب السعودي. انا اعتقد انه على الاخوان سواء القائمين على المنتخب او الاجهزه الفنيه ان يكون في عمليه تنسيق حقيقه في الخروج دائما لرسائل الاعلام حتى ما يحدث مثل هذا التضارب.
ربما أنا أقول ربما أنه طبعا إحنا نذكر قضية عبد الله العنزي السابقة وعدم انضمام المنتخب وتأخروا عن الحق بالرحلة، ثم بعد ذلك القضية التي فسرت ثم تدخل فيها واللاعب قدم اعتذاره ووضح وجهة نظره عبر وسائل الإعلام. هذا جانب. الجانب الآخر أنه اللاعب جيد والمدرب يقول هو لاعب ولا يوجد أي مشكلة فنية في الانضمام له. أنا يعني حقيقة استغرب أنه كيف يكون مدرب المنتخب الأول. أنا أقول إذا كان هذا الرجل نقلت له الصورة كما يذكر كما يذكر أبو حمد اللي هو القريني مدير المنتخب السابق الأخ سليمان، إذا كان أو الأخ سليمان إذا كان يذكر أن المدرب بلغ وعنده خبر كامل بالقضية وبقصة اللاعب ثم يخرج لوسائل الإعلام ويذكر غير ذلك، فأنا أعتقد أنه واجب جدا محاسبة المدرب على مثل هذا الرأي. ليس من حقه أبدا بحال من الأحوال أن يذكر أن اللاعب لا يرغب في الانضمام المنتخب، بينما يذكر مدير منتخب سابق ومدير مسؤول منتخبات سابق بأنه بلغ المدرب وأنه عنده فكرة عن وضع اللاعب وأنه قدم اعتذاره. إذن أنت مسؤول عن هذا الكلام وعن هذه الضجة التي أحدثتها من خلال حديثك عن لاعب يعني بأنه لا يستطيع. في الجانب الآخر أنا أتصور أنه أيضا عبد الله معني بالقضية، يعني على أقل تقدير أنه يتحدث عن نفسه في وسائل الإعلام يوضح من خلال موقع في تويتر يعني الأسباب الحقيقية. لا أتصور أنه في لاعب بالفعل لا يرغب في الانضمام المنتخب، ولا أتصور أيضا أنه إدارة المنتخب لا تريد أيضا أن تستفيد من لاعب قد يخدمها، لكن هناك فجوة وفجوة ليست سهلة ويجب ردمها ويجب إغلاق هذا الملف اللي في كل مناسبة يحدث فيها يعني إشهار أسماء لاعبي المنتخب يحدث مباشرة مثل هذا الجدل. نعم. عبد الله مضم السبب الأسباب يعني هنا رأي وهناك رأي ونبقى في معمعة لماذا ضم هو لو قال لو ذكر المدرب بأنه يعني أسباب فنية انتفت كل الأمور وكل الأحاديث لا هو يقول تبقى رؤية لا هو يقول ليس هناك عائق فني، ترى على فكرة يعني في أكثر من مناسبة سابقة ذكر بأنه لا يوجد أي عائق فني. هذه مشكلة التضارب ما بين مدير المنتخب في نقطة مهمة برضو في نقطة نعم. مهمة يعني برضو ترى وقع فيها لوبيز في مرة من المرات اللي استدعى فيها عبد الله عنيزي في البداية زين قال إنه هو الحارس الرابع بينما هو أثنى عليه وكأنه هو يفضل من أفضل الحراس الموجودين في الدوري السعودي، وتكلم في المؤتمر الصحفي بأنه هو الحارس الرابع في المنتخب لما قائمة الحراس. نعم. إيه أنا ودي يعني أتساءل عن نقطة مهمة جدا، يعني أنا من وجه يعني ما طيلة متابعتي أنا لي يمكن ثلاثة لا تكبر عمرك طيب خلاص وهو يعني ما قد شفت إنه مدرب يتكلم ويصنف الحراس نعم. زين بالطريقة اللي يتكلم فيها ويصنف اللاعبين هذا أساسي وهذا احتياطي يعني مفترض نعم. إنك تختارهم أعتقد بحيث إنك والأجدر هو من يمثل، ولكن للأسف إنه مثل هذه السقطات هي من يعني تولد الاستفهامات عند الجمهور وعند الإعلام وعند كل من مهتم في الكرة السعودية. هذه نقطة مهمة جدا لابد أن احنا نعرفها، لابد أن يكون هناك فيه شفافية في عملية الطرح وفي عملية تقبل الآراء، بمعنى أن الاتحاد السعودي لحتى الآن وقف جميل. صامتا حول كل ما يطرح من الآن تساؤلات. نعم. الآن المدرب صرح، مدرب المنتخب السعودي صرح بأنه يعني كان ينتظر من عبد الله العنزي أن يرفع السماعة وأشار بيده يعني يرفع السماعة ويتصل في المدرب ويعتذر. الآن لو عبد الله العنزي بدأ في هذا الموضوع واتصل على المدرب أو راح للمدرب واعتذر له، خلينا أوصل لك المعلومة الثانية، هل سيكون هذا في إشكالية على اللاعب عبد الله العنزي؟ هذا واحد، وهنا تنتفي كل الأشياء الأخرى اللي ذكرها المدرب إنه اللاعب ربما لا يرغب في التمثيل وتكون مباشرة. الآن هو المدرب طلب من اللاعب أنه يأتي مباشرة يتصل به مباشرة أو يعتذر له مباشرة، هذا واحد. هل عبد الله العنزي من الصعب أو من الممكن أن يذهب للوبيز ويعتذر منه أو لا؟ هذا واحد. اثنين، هنا هل المدير الفني هو المسؤول عن المنتخب من النواحي الفنية بشكل كبير وهو من يقرر أو لا؟ أجاوب أنا؟ أبغى أسمع إجابتك. طيب انا اتوقع انه بعد كذا بيقولون ليش ما يجيب جاهه زين ويروح ياخذ يروح يسوي واتكلم جد، احنا بدينا سندخل مرحله يعني فعلا مرحله غير منطقيه. اعتذار اللاعب ما اخطا اللاعب في مشكله، ما اخطا اللاعب عشان يعتذر نقطه، يوضح له النقطه. الان هو كان طيب هو استدعوا يا غيب الان اخوي خالد، هم استدعوه في الاتحاد السعودي، من المقرر؟ انا بسالك هذا يقلني للسؤال الثاني معك، من الذي يقرر
في شؤون اللاعبين في المنتخب؟ هل هي اداره، هي اداره المنتخب او المدير الفني المدرب؟ انا بقول لك على حاجه، انا بجاوبك بس بطريقه ثانيه. استدعي من لجنه الاحتراف الرجل واعطى كل ما عنده من حيثيات للموضوع، وراوا ان الموضوع لا يستحق كل هذا الضجة اصلا، لان الرجل بلغ كان ما له علاقه لجنه الاحتراف بانها تستدعي. ما اقول لك انا يعني قانونيا ليس لها علاقه لجنه الاحتراف بالمنتخب، هذا من الاتحاد السعودي هو اللي كلف لجنه الاحتراف، وتم استدعاء اللاعب وتم اخذ اقواله كامله وقال وش اللي عندك وش ما عندك. الرجل استدعي للمنتخب وهو في لندن في اجازه، وتعرف انت وقت في بعض الاوقات تكون العمليه صعبه شوي، في عمليه ايش؟ عمليه انه والله القى حجوزات بسهوله. زين انا ما ودي اطول الموضوع، ولكن انا اقول لك ان الرجل ما اخطا، والخطا حتى وان كان موجود جدلا، اعتقد انه اللاعب يريد المنتخب، اكيد يريد. في احد في إشكال في اشكاليه انه يتصل بالمدرب الان؟ ما هي مسؤوليته هنا يتصل بالمدرب يا ابو فيصل، العمليه ما تؤخذ بالطريقه هذه، هذا لاعب محترف، هذا تبغاني ولا ما تبغاني انتهى الموضوع. هذه ما هي سالفة والله جاها وتعال ودي وجيب وحط. لو حدث بين المدرب في 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 النادي الذي فيه اللاعب، أيوة، اي لاعب كان، أيوة، حدث بينه وبين المدرب سوء فهم، أيوة، لم تستطع الإدارة ان توصل لهذا، وصرح المدرب بمثل ما صرح به الان لوبيز. بس سؤال، هل اللاعب الان يعتبر يستطيع المفترض ان يروح ويعتذر للمدرب او لا؟ هذا السؤال. كلامك جميل. انا في الحالة هذه اذا كان هو مخطئ فهو تم استدعائه وقدم اعتذاره رسمي. الان احنا نتحدث عن حديث المدرب. انا اقول لك شيء. لا هو انت تتكلم شوف، هي السالفه مي سالفه شخصيه، مي شخصيه، هي السالفه. الحين ما استدعى المنتخب حتى يعتذر ولا ما يعتذر، الكلام كله في وسائل الاعلام. هو الان لم يتم استدعاء عبد الله النزي للمعسكر هذا. الان مدرب المنتخب السعودي الان هو يعتبر انت عارف مشرف على جميع لاعبي المملكه. صحيح. لانه هو الذي يختار من لاعبي المملكه كلهم. هو تدري المفروض ايش يسوي؟ تدري ايش المفروض يسوي؟ مدربهم كلهم يعتبر. تدري ايش المفروض يسوي؟ المفروض يسوي كالاتي: قبل ما انا اعلن قائمه اللاعبين، استدعي عبد الله النزي عندي في الاتحاد السعودي لكره القدم انا كمدرب. زين، تعال يا عبد الله، انت كذا 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 وضعك، وش وضعك؟ هل انت فعلا انت تبغى المنتخب ولا ما تبغى المنتخب؟ هل انت فعلا اخطيت ولا ما اخطيت؟ اخطيت، طيب الان انت ملزم باعتذار لي انا شخصيا كمدرب. هل تعتذر لي؟ هل تقدم اعتذارك؟ هل تريد تمثيل المنتخب؟ هذا المفروض انه يصير كهو اذا كان هو فعلا انسان ناضج احترافي من الدرجه الاولى. اما عمليه انه والله انا اخذ مسؤوليه شخصيه، لا اعتقد. انا اقول انه اصلا حديث المدرب وماذا عليه عبد الله النزيه؟ يعني شوف، الافتراضات بين احيانا تراها يعني تجيب مشكله ابعد من المشكله الموجوده. انا اقول انه اصلا يعني جميع الاسماء التي ضمت المنتخب، يعني جرت العاده انه دائما الاخوان في الاتحاد السعودي لجنه المنتخب تخاطب الامين، والامين بدوره يوجه خطابات للأندية حول بعض الأسماء اللي موجودة. يعني مثلا أنا اخترت من النصر 4 أسماء بدون تحديد هالأسماء، قصدك 8 أو 8 أو 6. الخطاب اللي وصل للنصر 8 واللي أعلن في المؤتمر الصحفي 4. يعني أنا أقول تقارير إدارة النصر كانت أنه 8 كلهم جاهزين، موش 8 الخطاب الرسمي مصور موجود. لا هو يقول لا مدى جاهزيتهم، مدى جاهزيتهم. إدارة النصر بعثت بخطاب مدى جاهزيتهم، وربما رد النصر على أنه 4 أسماء جاهزة و4 أسماء غير مصابين. يمكن يعني منو غير السهلاوي مصاب؟ ما في، هو السهلاوي كان من ضمن الاسماء الموجوده. اوكي، ما في غير السهلاوي. محمد عيد ما ادري عنه، محمد ما كان موجود او كان في الاحتياطي، ربما انه ما يشارك اساسي، ربما انه انا اقول ربما ان هي اختارت الـ4 الأسماء اللي هي اكثر جهوزيه في انها تكون موجوده. هذا انا اقول فرضا، يعني انه في تعاون اصلا بين الاتحاد السعودي وبين الانديه في عمليه انتقال لاعبين وكذا. ربما انه عبد الله العنزي بالتحديد يكون حالة يعني غريبة فعلا في المسألة، وتحتاج توضيح حقيقة. خلينا التوضيح الآن. المدرب قال الكلام هذا، أنا لاعب عبد الله العنزي سين صاد من اللاعبين، هل المدرب أعلنها أمام الملا بأنه مفترض يتصل بي أو وأنا أرغب في المنتخب؟ ما يتصل بالمدرب، ما يتصل بالمدرب، ما هو ملزم هو يتصل بلجنة المنتخبات، هو بينه وبينه هو ما هو ملزم. أنا أتكلم أكيد أنه مو ملزم، أكيد أن اللاعب مو ملزم أنه يتصل. المفترض أن توضح هذا إدارة المنتخب. أنا أتحدث الآن ماذا على اللاعب أن يقوم به؟ على المدرب أنه يختار عدد معين من الأسماء وتكون موجودة في المعسكر، في حالة اعتذار أي اسم تكون عن طريق لجنة المنتخبات وتوضح للمدرب. إذن المسؤول المدرب،
هي انا اعتقد المدرب انا اقول لك عن اللاعبين على اختيار اللاعبين ضمن انا اقول طيب المدرب يحاسب خليني اسال يجب ان يحاسب طيب اذا كان ما ذكره غير صحيح خليني اسالك الان في نفس السؤال نفس الحديث المدير الفني للمنتخب ذكر لن نستثني لاعب الهلال من المعسكر صحيح وهذا حديث المدرب على الملعب أمس في المؤتمر وكان فيه يعني قبل المؤتمر الصحفي في صحيفة الجزيرة التي أوردت هذا الموضوع بالتأكيد يعني هذا الخبر جاء واضح كما هو وضوح الحديث المدرب على الكابتن عبد الله العنزي إدارة الهلال بعثت بخطاب لإدارة المنتخب أو الاتحاد السعودي بطلب استثناء لاعبي الهلال من انضمام المعسكر لأنه الهلال عنده مباراة وطنية السؤال المدرب قال لن نستثني في المؤتمر الصحفي فمن يملك الحق في أن يعني يعطي الاستثناء للهلال أو غيره من الأندية بأنه يستثني لاعب أو يخرج لاعب آخر أو هل هناك ستمارس ضغوطات على المدرب أو سيغير رأيه هذا المدرب فربما يعني هذا الحديث يتوصل في هذا الجانب حلو سيغير لا لا ما أعتقد أنه سيغير أنا لا لا شوف أنا أقول لك المسألة مسألة ما هي مدرب ولاعبين المسألة لائحة إيش تقول اللائحة اللائحة بالنسبة للاعبين محترفين في الانضمام المنتخب أنا اللي أتصور واللي أعرفه يعني وأعتذر من الجميع إن كانت المعلومة تحتاج إلى يعني غير جيدة وغير دقيقة 5 أيام يحق لأي منتخب أن يضم لاعبين من أندية يعني حسب نظام فيفا أنه إذا كانت المباراة في أيام فيفا دي يحق للمنتخب أن يضم لاعبيه في المباريات الودية لكن بشرط أنها ما تزيد عن 5 أيام هذا المتعارف عليه ولذلك ليش أنا ذكرت في البداية أنه عملية اختيار لندن والمسافة أنا أقول ربما لو كانت المباراة قريبة كان ما وقعنا في الجدلية هذه خاصة أنت عندك تصور عن رزنامة الموسم كامل كان الأولى أنك ما تدخل في الجدلية بل أنه الإخوان في إدارة نادي الهلال أنا أعتقد وأكد أجزم أنه لو كانت 5 أيام كانوا سيبادرون ليش؟ لأنه أصلا مشاركة اللاعب في نوع من المباريات هذه وفي يعني جيد له بدل ما يكون يعني فعلا متوقف النشاط أنه ما يلعب زي اللاعبين خصوصا اللاعبين المهمين المنضمين للمنتخب لكن الآن سيكون فيها المسألة يعني من وجهة نظري الخاصة يعني جدلية ما بين هل ينضمون ولا ينضمون اللائحة تقف ربما مع الهلال في 9 أيام ربما أنه تضغط لجنة المنتخبات والاتحاد السعودي يضغط على الهلال في عملية السمح للاعبين في النهاية أنا أتصور أنه عملية التعاون مع الهلال بالتحديد في المسابقات أو في الفترة القادمة يجب أن تكون مقننة وألا تتجاوز أيضا الحد المطلوب يعني يجب أن يكون في تعاون بس بحيث أنه ما يضر بالآخرين وبما يخدم الهلال فعلا في المنافسة حتى ما ندخل في جدلية أيضا لماذا سيم من الأندية دون صاد من الأندية يعني هذا ضروري جدا ومهم وأنا أعتقد أنه تملك إدارة الهلال يعني مفهوم أوسع مما يعني يطرح في بعض وسائل الإعلام وبعض الآراء العامة سواء في تويتر وغيره بأنه يجب أنه يكون هناك تفرغ لهؤلاء اللاعبين وجود لاعبي الهلال بالتأكيد أنه أيضا مهم وانضمامهم مع زملائهم وانسجامهم معهم في مباراة مهمة وحيوية أيضا مهم ناهيك أيضا أنه مصلحة الهلال الذي يمثل الوطن أيضا مسألة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال ويجب أن يدفع الهلال فعلا وأن نقف جميعا خلف ممثل الوطن بغض النظر عن كل الانتماءات وتصور أنه جدليتين ظهرت مع المنتخب وعاد ما دي متى تنتهي هذه النقاشات لأنها نقاشات حقيقة يبدو أنها بدون حل يعني دائما إحنا سبحان الله نبحث عن نقطة ونضع حولها كثير من الحوارات والنقاشات حتى تصبح مشكلة حقيقية نعم الهلال يمثل الوطن في مهمة وطنية والمدرب يقول لنا نستثني الهلال ولاعبيه من الانضمام للمعسكر كيف يمكن أن يعني نتوافق مع أنه المدرب أيضا المدرب المنتخب ذكر بأنه يدعم الهلال في هذه البطولة الآسيوية أنا من وجهة نظري يستثنى اللاعبين الهلال ويبقى اللاعبين هنا أعتقد أنه لا المعسكر ولا المباراة ذات أهمية بالشكل اللي تعود بالفائدة على الفريق على المنتخب بالنسبة لبطولة الخليج أنا من وجهة نظري أنه من الأفضل أنهم يبقون في الرياض ويتمرنون مع فريقهم يعني عشان عملية الإصابات الإرهاق وإلى آخره التشتيت أعتقد كل الأمور هذه قد يعني تلقي بظلالها على فريق الهلال بشكل سلبي أعتقد أنه من الأفضل ومن الأجدى أنه يتم استثناء لاعبي الهلال من المعسكر نعم
لكن المدير الفني للمنتخب في المؤتمر الصحفي رفض، هل هو الآن أحرج إدارة المنتخب وإدارة الاتحاد السعودي بهذا الرفض أم سيكون هناك تبرير آخر من قبل المدير؟ أقول لك على حاجة، أعتقد أن رئيس الاتحاد السعودي كرة القدم الأستاذ أحمد عيد قادر على هو عملية تقييم الأمور زين واختيار الأنسب والأفضل للكرة السعودية. لاحظ أنه هنا في ممثل للكرة السعودية وهنا أيضا المنتخب يستعد لتمثيل الكرة السعودية، فبالتالي أعتقد أنه لو أرجع الأمر للأستاذ أحمد عيد أعتقد أنه سيجد القرار الأمثل في اختيار يعني هل سيتدخل الاتحاد السعودي ويفرض على المدرب الاستغناء؟ لا يقنع أفضل من يفرض. تدخل معناه أنه إجبار أو لكن الإقناع قد يكون فيه هناك في تبادل وجهات النظر، خاصة المدرب يعني أشار لنقطة يعني أول ما بدأ هو تراثنا وبارك للهلال عملية التأهل وقال إنه هذه خطوة جيدة وكذا، فربما عندما تصل الصورة بأنه هذه الأسماء بالتحديد ستخدم الفريق في منافسة وفي مباراة مهمة يعني ربما يكون في نوع من القبول للمسألة ويتم الاستثناء، لكن صدقني كنا سنستدرك ذلك كله لو أنه كان في منطقية في عملية اختيار توقيت المباراة ومكان إقامتها صراحة. يعني كان من المفترض احنا يعني التوقيت ربما لا نملك، لان نتكلم عن فيفا دي وعن ايام يجب ان يلعب فيها الاخضر ويجب انه يستفيد منها، لكن ايضا توقيت او مكان اقامه المباراه كان اتصور انه كان يعني هو الخطا، وخمسه تسع ايام بدلا عن خمسه اعتقد انها تفرق كثير مع اللاعبين. نعم عموما يعني من مصادر خاصه اداره النصر تؤجل الرد على حديث المدرب مدرب المنتخب السعودي الاسباني لوبيز إلى ما بعد مباراة الفريق أمام الخليج، وهذا ذلك بهدف عدم التأثير على اللاعب نفسيا في المباراة. أيضا لوبيز أمس في المؤتمر الصحفي ذكر بأن اللاعب عبد الله العنزي الباب أمامه مفتوح لانضمام المنتخب في الأيام المقبلة، وهو لاعب جيد وذو مهارات فنية جيدة، هذا في حديثه في المؤتمر الصحفي عن اللاعب. يعني ما ذكره لوبيز، لكن إحقاقا للحق لوبيز أيضا أثنى وأشاد باللاعب عبد الله العنزي وذكر بأن الباب مفتوح، لذلك نحن نتساءل دائما عن نجوم المنتخب الأخضر الذين نأمل منهم دائما التواصل بشكل جيد وأيضا إعطاء الحقيقة. عموما حقيقة هذا الموضوع وما ذكره المدرب والرد سيكون عن طريق اللاعب، سيكون رده عن طريق إدارة نادي النصر، ولكن يوم السبت بعد أن ينهي النصر مباراته أمام الخليج. بالتوفيق إن شاء الله تعالى أيضا للهلال، نأمل من خلال يعني أن يكون هناك تفاهم كما حدث لفريق العين الإماراتي، تم إعطاءه كل ما يريد، نأمل إن شاء الله تعالى أيضا أن يكون هناك تذليل لكل العقبات التي تواجه الفريق الهلالي في هذه المهمة الآسيوية، وإن شاء الله تعالى أنه يكون ممثلنا السعودي الهلال في نصف نهائي كأس آسيا إن شاء الله تعالى حاضر وبقوة ويأتي لنا بالنتيجة الإيجابية. متابعين الكرام، الآن نذهب بكم إلى عنوان جديد من عناوين عالم الصحافة عن الاتحاد وبدء عاصفة جديدة بعد الآسيوية. في صحيفة المدينة: عالمي في الطريق والبلوي يؤكد المستويات لا ترضينا، الاتحاد يقيل القروني ويكلف أنور. متابعينا الكرام، وصف رئيس نادي الاتحاد الأستاذ إبراهيم البلوي عبر تصريح صادر من المركز الإعلامي المستويات التي قدمها الاتحاد بغير المرضية، كاشفا أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا طارئا لدراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب، وكلف المدرب المصري عمرو أنور بالإشراف على الفريق خلال مباراة الشعلة بالخرج يوم الأحد المقبل في دوري عبد اللطيف جميل. وسبق لأنور أن درب الاتحاد خلال الموسم الماضي ولم يخسر أي مباراة، وكانت أغلب نتائجه تعادلات. ووفقا لمصادر في صحيفة المدينة، تدرس الإدارة الاتحادية ملفات عدد من المدربين ممن حققوا نجاحات سابقة ولديهم خبرة في المجال التدريبي، على أن يبدأ المدرب الجديد مهامه خلال فترة التوقف. أستاذ حسن، الاتحاد بعد المهمة الآسيوية والخروج المر بالتأكيد من أمام العين، بدأ الهدوء الذي كان في الاتحاد وذهب كثير من المشاكل بدأت تعود الآن
لأروقة الاتحاد، كيف يمكن أن تتعامل الإدارة مع هذه الأجواء؟ شوف، ما انتهت عاصفة في الاتحاد لو تأتي عاصفة أخرى حقيقة. يعني وضع الاتحاد طبعا من الطبيعي أنه أول شيء كفريق يعني جماهيري وفريق متابع ولو ثقل ووزنه، أيضا أنه يكون في حوله كثير من النقاشات وحوله كثير من الأسئلة تدور حول خسارة يعني فريق كان يعني صعب الميراث في البطولة الآسيوية، فجأة يصبح يعني كما ذكر يعني أو كما ذكر حمل وديع لا يستطيع أن يقاوم أن يخسر في مباراتين وبنتيجة ثقيلة. وناهيك يعني الخسارة واردة في كرة قدم، لكن أن تكون بهذه الطريقة وتكون بهذا الأسلوب أنا أعتقد أنه مسألة مزعجة ليس للاتحادين فقط وإنما مزعجة للجميع الرياضيين. أنا 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 من هنا من هذا المنبر أنا أحمل حقيقة جزء كبير مما حدث للاتحاد لإدارة الاتحاد، عطفا على أنه إدارة الاتحاد هي المعنية أولا باستمرار القروني وهي من وقع معه العقد، هي المعنية أيضا بقبول برنامجه اللي قدمه خلال الفترة الصيفية، هي معنية بدرجة أولى أيضا بخياراته الفنية سواء على مستوى اللاعبين الأجانب إلى آخره، ولذلك هي تتحمل جزء. وإن كان قرارها تراه في البداية وكنا نراه جميعا في البداية بأنه قرار صائب في استمرار الكابتن خالد، لكن حدث حقيقة كثير من الأخطاء، رأينا الفريق بمستوى الفني يتدنى إلى أدنى درجاته، الفريق لم يصبح ذلك الفريق الشرس المقاتل صاحب الروح أو صاحب الحيوية، أصبح فريق خامل يقبل الأهداف بطريقة غريبة، حتى على مستوى التعاقد تصور أنه في أخطاء في كثير من الأسماء اللي جاءت للاتحاد. لذلك أنا أعتقد أنه الاتحاد مقبل يعني على عاصفة يمكن لن تكون أقل مما سبق، لأنه دائما في الاتحاد في تيارات كثيرة، يعني تيارات كلها مختلفة، وصحيح أنها تحب الاتحاد لكنها مختلفة حول كيفية حب هذا الاتحاد. ناس يراه من طرف منصور البلوي ومثلا إبراهيم البلوي ومجموعته، ناس يراه من طرف إدارة أخرى ومجموعة أخرى، ناس تراه عن طريق مثلا أعضاء شرف آخرين، ولذلك وجود هذه التيارات داخل الاتحاد أو في بيئة الاتحاد هي أعتقد السبب الرئيسي في عملية عدم هدوء هذا الفريق واستمرار دائما المشكلات فيه بشكل مستمر. أنا أقول أن الأسماء اللي موجودة الآن مع الاتحاد هي كانت الأسماء الموجودة بالفعل قبل موسم، وهي اللي حققت أو موسمين وحققت بطولة كأس الملك وكانت كلها حيوية، وكنا في تلك الفترة يعني الجميع راهن عن الاتحاد قد يسقط، وجدنا فريق شرس وحضوره كان جيد، بل في البطولة الآسيوية قدم نفسه بشكل جيد، لكن حقيقة في الآونة الأخيرة ومع قدوم الإدارة ومع وجود كثير من الجدل الاتحادي هو في النهاية أدى إلى أنه الإدارة الحالية تعمل تحت الضغط وتعمل تحت كثير أيضا من الإشكالات، وفي النهاية حصل ما حصل وخرج الاتحاد. أنا أتمنى حقيقة أنه بالفعل أن يعود الاتحاد إلى الهدوء، وإن كان هذا صعب في الفترة الحالية، لكن إدارة الاتحاد قادرة خلال الفترة القادمة بفعل استقدام اسم عالمي كما ذكر الخبر أو مدرب بمعنى صح للفريق، هو في الطريق، يعني ربما في مفاضلة أكثر مع أكثر من اسم، لكن في اسم قادم للاتحاد. كل ما أتمناه فعلا أنه يهيئ البيئة لهذا المدرب حتى يعيد الاتحاد إلى الطريق الصحيح. إحنا عندنا حقيقة مصادرنا الجميلة من متابعينا الكرام في هاشتاج البرنامج في تويتر، سلطان البارحي يقول المدرب الإيطالي الشهير ليبي الأقرب لقيادة العميد، يخبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش، شكرا لك سلطان. حسين السيد يقول تغيير المدرب خطوة جيدة من أجل الخروج من الأزمة وتغيير الحال، سوف يكون العميد بأحسن حال. محمد الزهراني يقول شكل المدرب العالمي راح يكون مدرب النصر السابق كارينيو، هذا كله في هاشتاج البرنامج. بروفيشنال في هاشتاج البرنامج يقول لماذا هذا الجدل الدائم والمزعج عن تشكيلة المنتخب، يجب علينا الابتعاد عن النقاش الغير مجدي وأن يكون النقاش فيما يجدي. متابعينا الكرام بالتأكيد يعني متواصلين معكم، نتمنى منكم أيضا مشاركة معنا في هاشتاج البرنامج الذي يظهر على الشاشة في هذه اللحظات. عود لك عبد الرحمن، الاتحاد المشكلة في الإدارة، إدارة الفريق بما أنه خالد القروني قدم نجاحات جيدة، لكن يبدو أن اللاعبين والضبط الإداري في الاتحاد لم يكن بذلك المستوى. كان هناك حديث إعلامية عن بعض المشاكل الإدارية في الفريق وبعض التعاملات ما بين اللاعبين، ربما يعني خرجت عن نصها في المعسكر. لاحظنا أيضا مختار فلاته في المباراة الثانية في مباراة الإياب في الشرائع. ما أدري الاتحاد
يعيش صراع خفي تظهر نتائجه على الفريق. الصراع هذا للأسف أنه لم تتضح معالمه بشكل واضح بصورة اللي نقدر حين نجزم أين موطن الخلل. بمعنى أنه عندما أتى البلوي قلنا يمكن تخف تتلاشى يكون هناك ترتيب الأوضاع النادي داخليا بشكل أفضل. لا ننكر أنه هو قدم عمل، ولكن قد يكون العمل ليس بحجم ما يعانيه الفريق من إشكاليات سواء كان إدارية أو حتى فنية. بقاء خالد القروني كان من أهم من أكبر الأخطاء اللي ارتكبتها إدارة النادي واستمراره للموسم الحالي. أنا كنت متوقع وكتبت هذا الشيء في تويتر، كنت متوقع 100% إنه راح يتم إقالة خالد القروني قريب. زين ليش؟ متى هذا الكلام؟ كان بعد التأهل إلى دور الثمانية في الموسم الماضي الرياضي أو لا بعد قرارهم لبقاء شو اسمه بقاء خالد القروني الموسم الجديد؟ كان هذا بعد التأهل، يعني ما بدا الموسم الرياضي بالضبط. لأنه بصدق وبأمانة أنا أفتخر بكل مدرب وطني، وأتمنى لكل مدرب وطني إنه يقدم الصورة الجميلة لإمكانياته بالصورة اللي احنا نفتخر فيها ونقول والله عندنا فعلا مدربين وطنيين. احنا عندنا مدربين وطنيين، ولكن يمكن لا يعدن على يد الأصابع الواحدة اللي نقدر نقول عنهم انهم قادرين انهم يقدمون انفسهم بصورة جيدة. المدرب الوطني بشكل عام بالصورة الشاملة ما زال ينقص الكثير من اجل الوصول الى مرحلة تدريب فريق كبير مثل فريق نادي الاتحاد. هذه يعني اتكلم من وجهة نظر خاصة. ما زال لديهم العمل والجهد والمثابرة من اجل يعني الوصول لحتى اعتاب مثل هذه الأندية. لابد الانخراط في دورات تدريبية تأهيلية، يدعم هذا كله الموهبة التدريبية. للأسف أنه في كثير من المدربين الوطنيين أخذ المهنة كمهنة وليس ك نقدر نقول عنها موهبة في المقام الأول، وللأسف أنه اتضحت معالم الكثير من المدربين الوطنيين في هذا الجانب. خالد القروني قدم عطاءات جيدة طيب. نقدر نقول عنها في غير الاتحاد، ولكن مع الاتحاد أعتقد أنه هو كان قرار خاطئ جدا باستمراره، وكان المفروض أنه هو الاتحاد يبحث عن فريق عن مدرب يرسم منهجية أكثر فاعلية لفريق نهض من كبوة ويريد تقديم نفسه بشكل أفضل. نعم، في فيصل الفغم يقول في عالم الصحافة أين دور مدرب المنتخب زكي الصالح؟ ما قام به مدرب الفريق تجاوزه دور مدير الفريق، هل تعتبر هذا تجاوز؟ لا، ترى يعني المعسكر المؤتمر الصحفي للمدرب والحديث يعني دائما يرد فيه اراء فنيه واسئله يعني وارده، لكن طبعا التعليق هو نقطه الخلاف زي ما ذكرنا، كانت في قضيه هل اللاعب هذا فعلا انه المدرب ما يدري انه اعتذر، وانه في نفس الوقت هو يبني على انه اللاعب هذا لا يريد المنتخب، هنا كانت الاشكاليه. ولا المدرب يعني من حقه انه يظهر في وسائل الاعلام لكن يتكلم بما يعرف، ويجب ان يبني المعلومه بشكلها الصحيح دون يعني ان يخرج لوسائل الاعلام ويذكر معلومه غير واقعيه، او معلومه يعني قد تكون مكذوبه مثل هذه او تكون غير صحيحه. طيب. هذه الاشكاليه يعني فقط. بن موسى يقول يا مقدم البرنامج احمد عطيف لم يضم للمنتخب، ما جبت سيرته لا من قريب ولا بعيد، وين الحياد؟ خلني اسالك الحين عشان احنا ما ذكرنا، يقول محايد احنا ما ذكرنا عموما ما ذكرنا اسماء اللي ضموا واللي ما ضموا للمنتخب. احنا نتكلم عن اشكاليه نجم كبير، لكن تحدثنا عن قضيه من قضايا يعني الوسط الرياضي، وهو قضيه العنزي مع المدرب التي ذكرها مدرب المنتخب في المؤتمر الصحفي. ما ذكرنا انه اللاعبين اللي لهم الحق انهم يضموا لمستوياتهم جيده ولم يتم ضمهم، ما ذكرنا هذا اطلاقا. على كل حال ترى حتى احمد عطيف، لكن اعطونا رايكم في احمد عطيف. احمد عطيف ترى كان موجود ضمن التشكيله، ترى كان موجود ضمن التشكيلات السابقه يعني. نعم. المدرب يعني لوبيز هو يعني يعتمد على انه يجيب اسماء معينه تشارك في مباراه، يمكن يستبعد اسمه او اسمين في مباراه بعدها، يعني ترى ما كان يعني في اشكاليه. زي انا هيك انه احمد ترى كان نصيب يعني في فتره من الموسم الماضي
فترة يعني بقي فيها فترة طويلة، ربما أن المدرب ارتأى أن المباراة يعني استراليا كجانب فني أنه ما يحتاج أحمد، ربما نجده في المباراة اللي بعدها اللي مع الأوروغواي يكون أحمد موجود في التشكيل الأساسي. يعني نعم. هي في النهاية مجموعة أسماء يهمنا منها ما يخدم المنتخب، يعني أكيد. بغض النظر عن اللاعب في أي شعار يلعب في الدوري ولا أو في الموسم الرياضي، لكن بالتأكيد راح يكون هناك كثير من الأذرة. أنا أود بالتأكيد يعني أروح لأكثر من عنوان موجود معنا في البرنامج عشان لا نطيل على السادة المشاهدين في هذه الحلقة. نروح لعنوان جديد. في صحيفة الاقتصادية، واثق في صحيفة مكة، نقاد رياضيون العميد بحاجة لإعادة صياغة شاملة. دوختونا يا شباب، مرة تعطونا عنوان نطلع بعنوان ثاني. عموما متابعينا الكرام، كل هذه العناوين إن شاء الله راح تكون معنا. نقاد رياضيون العميد بحاجة لإعادة صياغة شاملة، جاء هذا الحديث عن نادي الاتحاد في صحيفة مكة المكرمة، وكان فيه حديث كثيرة سواء عن لاعبين موجودين ولم يثبتوا جدارتهم، أو عن أيضا إدارة الفريق الكروي، أو حتى إعطاء فرصة للشباب وإعطاء فرصة للاعبين الجدد الذين يقدمون مستويات جيدة كانوا في الموسم الماضي. أرجع أسألك أستاذ حسن، الآن الطريق السليم لعودة الاتحاد، أنا أذكر المشاكل الإدارية فقط عشان تكون واضحة للسادة المشاهدين، مشكلة وجود الجماهير مع اللاعبين كانوا في بهو الفندق في مباراة العين وأخذ الصور وكثير من الأهازيج ولقاءاتهم باللاعبين، هناك يعني حديث عن عدم ضبط إداري في إدارة الفريق، ايضا تسريب تشكيله الاتحاد يوم المباراه قبل المباراه امام العين التي كانت في الشرائع، هذا ايضا خطا يعتبر من الاخطاء الاداريه الموجوده، انتشرت بشكل كبير في كل شبكات التواصل الاجتماعي حتى في البرنامج احنا هنا ذكرناها. ايضا هناك حديث واضح من خلال بعض الاشكاليات الفنيه، الاشكاليات التي كانت بين اللاعبين في معسكر الفريق في هولندا، تم ذكرها على استحياء في بعض وسائل الاعلام. المشكله غير الفنية تم إبعاد القرون، الآن المشكلة إدارية، طريقة تصحيح الاتحاد كيف يمكن أن يسير بشكل جيد؟ دعني أقول بكل صراحة أنه حامد الولوي من أفضل الإداريين اللي يعني أنا اللي يعني حسب ما أعرف وحسب ما عندي من معلومة أنه رجل يعني يتمتع بمقدرة كبيرة في إدارة الأمور، وقد سبق له حقيقة أن يحقق نجاحات مع نادي الاتحاد، وهو اسم مهم حقيقة في اتحاد كرة نادي الاتحاد بالتحديد، وأنا أتصور إذا كان ما ذكر صحيح فأنا أسجل أكثر من علامة استفهام على الزميل حامد بالتحديد. ما ذكر يعني بل أنا أزيد أنه هناك من يتحدث عن أنه تشكيلة الاتحاد وضعها اللاعب محمد نور، يعني تخيل، يعني تخيل أنه هناك حديث عن أنه محمد نور هو من وضع التشكيلة وأكد أنه سيتم التأهل من خلال هذا التشكيل، يعني وصلنا إلى هذه الدرجة وإلى هذه المرحلة. أنا أتصور أنه العمل الإداري إذا موضوع التشكيل أعتقد لو صدق الموضوع هذا موضوع فني يتعلق بالجهاز الفني الذي يعني يسمح بالدرجة الأولى، لكن نتكلم على الأشياء الإدارية، الأشياء الفنية تم إقالة المدرب الآن والآن الاتحاد ينتظر. أنا أقول كيف يرضى خالد القروني حتى يعني جدلا، يعني خالد يعني مدرب صارم وجاد، يعني ما يمكن أن يقبل بمثل هالأمور وبمثل هذا الطرح وبهذه الطريقة أنه يكون التشكيل على حسابه وهو كمدرب معروف ووضعه. الجانب المهم في انا تحليلي للموقف انه الاخوان في اداره نادي الاتحاد ما زالوا يعيشون بالمرحله التي كانوا يعيشون فيها عندما كان الاتحاد في فتره من فترات فريق مهاب الجانب، يعني العمل الاداري داخل نادي الاتحاد بالتحديد مع الفريق الاول عمل غير منضبط، وفي كثير من المجامله لبعض الاشياء اللي تحدث في الاتحاد، وهذا مع الاسف ربما مؤشر او شراره خسارة الاتحاد البطولة الآسيوية. الكلام هذا أنا أذكره وأؤكد على أنه على الاتحاديين وخصوصا من يعمل في إدارة الكرة بنادي الاتحاد أن يكونوا أكثر جدية في التعامل مع هذه الأحداث. نعم
هناك لا بأس منه حقيقة أنك تعطي للاعب يعني مساحة جيدة وأن يكون يعني ليس تحت الضغط الدائم، لكن أيضا لا تصل المسألة إلى حد الإفراط في الثقة أو الإفراط في مجاملة اللاعب على حساب كيان مثل نادي الاتحاد. ما حدث من مختار خلاتك مثلا أنا يعني أوعز نعم هذا أحد الأسباب أنه في هناك يعني قناعة بين اللاعبين كانت أنه خالد القروني بعد المباراة الأولى ليس مدرب الاتحاد، وهذه مشكلة. أنت تتحدث عن اللاعبين حقيقة في الاتحاد لهم فترة طويلة ويملكون التعامل الإداري الآن، أنا بس تحديدا التعامل الإداري مع مختار فلاتة من إدارة الكرة لم نسمع عن أي قرار ضد مختار فلاتة أو حتى لفت نظره. صحيح، لكن أنا أقول لك أنه كلاعب محترف لا يجوز به حال من الأحوال، وأنا أعرف مختار ربما ما دفعه لهذا التفاعل هو أنه كان يرغب في أن يستمر في المباراة يسجل، لكن أيضا هو أخطأ بالتأكيد بالأسلوب والطريقة حتى في قضية يعني النقاش مع المدرب. المفروض أنه يكون لاعب محترف ويعرف دوره أبدا أنه موجود في الملعب مدام خارج الملعب ولا يفعل عاطفته في هذا الجانب. لكن هذه لم تكن قضية، القضية كانت أنه الاتحاد أصلا تحت الضغط من البداية منذ حرم جمهوره من الدخول المباراة ومنذ خسر المباراة الأولى والاتحاد يغلي وكان تحت الضغط، وكانت كل المؤشرات للأمانة كانت يعني تعطينا دلالة على أنه الاتحاد خارج المنافسة الآسيوية، حتى جاء هذا الحلم اللي كان يعني الجميع يمني النفس بهذا بعودة الاتحاد في المباراة، حتى صحونا على خروج يعني مع الأسف أنا أقول خروج مذل بثلاث أهداف وفي مكة المكرمة أو على ملعب الاتحاد، كان بالتأكيد أنه مسألة مزعجة لكثير من الوسط الرياضي. الآن وليس غدا على الاتحادين أن يضبط الأمور من الداخل، أن يبدأوا برسم منهجية أفضل مما هي عليهم أن يكونوا أكثر قوة من بعض الأسماء في الفريق إن أرادوا العودة إلى الواجهة بالشكل الصحيح. عبد الرحمن الطلحي في هاشتاق البرنامج في تويتر يقول مشكلة الاتحاد مشكلة صراعات داخلية قد تؤدي لتدمير النادي، ربما يتوافق معك في هذا الموضوع. عبد الرحمن الفلاج ما هي خارطة الطريق لخروج الاتحاد من كبوة الآسيوية حتى يعود من جديد؟ والله شوف حمد بنوي كان أثبت في فترات سابقة أنه هو إداري جدا متميز، أتمنى وجود حمزة أدريس معه. حمزة أدريس من القريب من اللاعبين بشكل كبير، وبنفس الوقت عنده خبرة إدارية أكثر من جيدة وقادر على احتواء الكثير من المشاكل داخل الفريق. أعتقد وجود مدرب متمكن ومدرب قدير وقادر على انتشال الفريق فنيا وبالصورة التي تعيد هيبة الفريق داخل المستطيل الأخضر، تشديد العمل الإداري بشكل أكبر من حامد بلوي ومن حمزة أدريس فيما لو تم الاستعانة فيه. أنا أتوقع أنه وأنا أتمنى أن يكون حمزة أدريس موجود، لأنه فعلا يعني قادر على أنه هو يصيغ الفريق بشكل جيد جدا، ويكون هناك في ضبط إداري أكبر من ناحية وفي اسم توزيع المهام. في اسم مهم جدا في الاتحاد حقيقة، أعتقد أنه مهم أن يكون في الفترة هذه اللي هو الكابتن حمد الصنيع. أنا أتصور أن الكابتن حمد الصنيع أيضا يملك خبرة وممارس العمل الإداري، ورجل يعني مشهود له من الإخوان في الاتحاد على مستوى العمل حتى على مستوى الآسيوي. يعني كان ربما أنه قضية اللي حصلت وهي قضية منع ربما كان يكون له دور حقيقة في, 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 في تقليصها وفي تحجيمها. أتصور أنه فعل فيه أزمة فكر في إدارة الفريق في الفترة الحالية، أزمة مهمة في ضبط عملية العمل داخل الاتحاد داخليا. أنا ما يعني حقيقة لست قريب من بيت الاتحاد بدرجة كبيرة، لكن واضح أنه كل ما يحدث في الاتحاد أنه في انفلات في عملية الانضباط داخل الفريق الأول بالتحديد. هو لابد يكون في التفاف كامل من جميع محبي الاتحاد من أجل انتشال الفريق يعني من الوضع اللي هو فيه الآن. لابد أن يكون شوف عملية والله الصراعات الخفية اللي يمارسها البعض من أجل تحقيق مصالح شخصية ومصالح ذاتية، أتمنى أنها يعني تستبعد، يحاول أنه هو يتغلب عليها بتغليب المصلحة العامة والمصلحة الكبرى هي الكيان. فأعتقد أنه الكل يعمل، اللي موجودين حاليا في النادي الكل يعمل من أجل عودة الاتحاد وهيبة الاتحاد. وأعتقد أنه محبي الاتحاد حتى لو ما استلموا أدوار رسمية أو يعني واضحة في النادي، أعتقد أنه المساهمة في رأي أو في
تذليل بعض العقبات، اعتقد انها واجب من كل محب اتحادي من اجل عوده الاتحاد للوضع الطبيعي. نعم، خالد النشوري يقول في هاشتاج عالم الصحافه: يحتاج نادي الاتحاد من موسمين الى ثلاثه مواسم للعوده والمنافسه على الدوري والبطولات من جديد كما كان سابقا. تمنياتنا ان شاء الله تعالى بعوده الاتحاد من جديد لسابق عهده، فهو نمر اسيا بالتاكيد. متابعينا الكرام، الان اتحول بكم الى الحديث في محورنا الاخير في عالم الصحافه عن الهلال. في صحيفة الاقتصادية: واثق الخطوة يمشي بطلا، يا هلال تملى العين. أيضا متابعينا الكرام، للزميل مشاري الفهد في صحيفة الاقتصادية: واصلت وسائل الإعلام الرومانية الإشادة ومتابعة المسيرة الناجحة لمواطنها لورينت ريجي كامف في تدريب نادي الهلال السعودي بجانب ابن جلدته بنتيلي الذي يلعب في صفوف الفريق بعد نجاح الاثنين بجانب بقية اللاعبين في تجاوز عقبة منافسهم القاري نادي السد القطري بالخروج بالتعادل السلبي على الأراضي القطرية، وهي النتيجة التي كانت كافية لتأهل الهلال الذي تمكن من الانتصار على السد ذهابا بهدف وحيد في الرياض. وأشادت صحيفة ديجي سبورت بالعمل التكتيكي الجيد الذي قام به ريجي كامف خلال المباراة والتي شهدت بعض التوترات والالتحامات البدنية بين اللاعبين، غير أن هدوء لاعبي الهلال وتركيزهم الذهني إلى جانب انضباطهم الفني قادهم إلى الخروج من المواجهة الصعبة ببطاقة التأهل نحو الدور نصف النهائي من المسابقة القارية الكبرى. إذن متابعينا الكرام، الحديث عن الهلال أستاذ عبد الرحمن، بالتأكيد يعني الهلال حقق فوز لرياضة الوطن بالتأكيد ونجاح بالتأهل بنتيجة المباراتين إلى نصف النهائي. ماذا على الهلال أن يعمل للتغلب على العين الذي أقصى الاتحاد بنتيجة كبيرة؟ أعتقد أنه الآن الهلال يمر في يعني بعنق الزجاجة، فلا بد أنه يتعامل مع الأمور بالكثير من الحذر والكثير من العقلانية والبعد عن الضغط النفسي والبعد عن الدخول في الانفعالات الغير مبررة في عملية والله أنه الآسيوية قد تكون نوعا ما عصية على الهلال. فأعتقد أنه فريق العين ليس بذلك الفريق الذي يزعج الهلاليين، خاصة أن الهلال يملك فريق جيد وفريق قادر على أنه يتخطى فريق العين يعني بكل اقتدار، خاصة وأنه فريق العين يعاني الكثير من المشاكل الدفاعية، والهلال لديه القوة الهجومية القادرة على أنه هو يصل إلى مرمى العين ويحقق نتيجة إيجابية بحول الله تعالى. وأعتقد أنه الهلال قريب جدا من الوصول إلى المباراة النهائية، خاصة أن العين أنا من وجهة نظري يعني ليس بذلك الفريق الذي يهاب أو أنه هو يزعج مضاجع الهلاليين ويحاولون أنه يعطونه أكبر من حجمه، لأنه فريق فعلا يعني أنا من وجهة نظري أنه فريق قادر على الهلال أنه يتخطى بسهولة. المدير الفني للهلال وضحت لمساته على الهلال في الناحية الدفاعية، لكن هجوميا الجماهير الهلالية قلقة بشأن قلة عدد الأهداف وضياع كثير من الفرص. المباريات القادمة في نصف النهائي لا تحتمل ضياع مثل هذه الفرص. لكن ترى ما هي مقياس صحيح أنه في قلة في الأهداف، لكن ترى الفريق جيد، يعني ترى الفريق يصل ويسجل ويهاجم بكفاءة ويعود بكفاءة عالية. أنا أقول أنه إغداق المدايح والمفردات على الهلال لن تأتي بخير. اليوم الهلال هناك من نصبه بطل لآسيا وهناك من وضعه يعني في بطولة كأس العالم، وهذا خطأ فادح يعني يرتكبه كثير مما يتحدث على الهلال. نعم الهلال فريق جيد، فنيا مميز، لديه أوراق ربح موجودة ومتوافرة، يملك اليوم كاريزمة فريق بطل نعم، لكن الانسياق وراء هذه المفردات وهذه الأخبار ومحاولة حقيقة تقليل من المنافسين أو أنه الهلال
يعني لن يكون أمامه أحد. أنا أعتقد أن مسألة تأتي بخير وربما تنعكس سلبا على الفريق، على الهلالين يكونوا منطقيين واقعين أنها كرة قدم وارد فيها. يعني حديث عبد الرحمن غير منطقي وغير واقعي. لا 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 لا, لا بالعكس، في جزء من المنطقية لأنه الهلال فعلا مهيئ والعين ليس بالفريق، لكن أنا أقول الإكثار من هذه العبارات والإكثار من هذه المفردات وتنصيب الهلال بطل بطل من الآن ووضعه في أعلى قمة الهرم الآسيوي، أنا أعتقد أنه خطأ فادح فادح صراحة يرتكبه الهلاليين قبل غيرهم. نحن نريد الهلال ممثلنا، نريده بالشكل اللائق وبالطريقة اللائقة، نريده منافس في الملعب فقط لا غير. ما تقدم نفسه بالشكل الجيد فنحن خلفه إن شاء الله تعالى. وأنا أعتقد أن الهلال مؤهل للأمانة، مؤهل مؤهل أنه يكسب ومؤهل أنه يكون في، وحتى على مستوى الشرق ربما أنه هو مؤهل من الغرب أن يقدم نفسه بشكل جيد وأفضل، لكن عليه أن يبدأوا خطوة خطوة أن يحملوا لكل مباراة ويضعون لها الاهتمام الكامل، أن يتدارسوها بشكل جيد وأن يكون الفريق فعلا في وفة الاستعداد. كل ما أخشى على الهلال هو النزاعات الداخلية على مستوى المنافسات المحلية، الدخول في أجواء غير تنافسية، الخروج عن الإطار العام للفريق. لكن يبدو أن الهلال مركز للهان. حتى المدرب كان يعني واضع خطة استراتيجية للفريق بأنه يصل إلى مرحلة معينة في اللياقة للاعبين في مباريات نصف النهائي القادمة. يعني هذه كانت خطة المدرب، المدرب كان مخطط للعمل في آسيا. أكثر فريق أدى معسكر كامل مع المدرب وفي فترة طويلة، يعني إحنا من رمضان نتكلم أن الهلال خارج المملكة وفي معسكر منتظم في النمسا، ولذلك هو ظهر بالشكل هذا، يعني مدرب وطموح ولديهم كانت إمكانات فنية، استطاع أن يوظف قدرات اللاعبين بشكل جيد وأن يخرج بفريق متجانس وقوي. كان واضح المشكلة في الهلال في الخلف، اليوم بالتنظيم وبالعمل الفني الهلال وراء يعني في الخلف فريق جيد، ما هو من السهولة أنك تخترق وتقدم يعني وتفوز عليه، لكن أيضا ليس هذا كل هذا لا يعني أنه الهلال بطل آسيا مع التقدير للجميع. بالتأكيد إن شاء الله تعالى نتمنى إن شاء الله يكون الهلال أيضا حاضرا في الملعب في المباريات القادمة، وكل القلوب مع ممثل الوطن الزعيم الهلالي في هذه المهمة الآسيوية. متابعينا الكرام، الآن أتوقف معكم في الرأي في سطور للزميل الكاتب الإعلامي أحمد الشمراني في صحيفة عكاظ. في عنوان أحرجتهم يا عبد العزيز، كتب الزميل أحمد الشمراني: القضية ليست في أن تصنع فريقا أو منتخبا، فهذه ربما سهلة، لكن الصعب أن تأتي بالطموح، فهذا الطموح يا سيدي لا ثمن له ولا يمكن أن تشتريه بملايين الدولارات، ولهذا فرقوا بين الطامح والطامع. في منتخبات على مستوى العالم لو استعرضنا القيمة المالية لنجومها قد تتجاوز ميزانية دولة من الدول الفقيرة، وثمت منتخبات لا تملك وأن تستعرض أسماء لاعبيها في سوق المال مقارنة بالمنتخبات الأخرى إلا منحها الدرجة العالية في سلم الطموح. وما أدراك ما الطموح؟ منتخبنا للاحتياجات الخاصة والذي يقوده تدريبيا عبد العزيز الخالد هو بلا شك عنوان طموح جعلنا نقول له، وعن منتخب القدرات الخارقة جدا، فثلاث بطولات كأس عالم ليست بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، وعليه وجب علينا اتخاذه قدوة للطموح، فلربما تصل رسالته إلى أقدام أرهقها الركض وراء المال والمال فقط. هؤلاء الذين أتحدث عن إنجازهم الخارق ومدربهم الرائع نسيناهم إلى ما قبل البطولة بيوم، بل إن أكثرنا في يوم البطولة تركوا متابعتهم واتجهوا لأنديتهم المفضلة التي تزامن وقت مباريات فرقهم مع مباراة منتخب الطموح الخارق. فقلت اللحظة أحرجتونا يا شباب، فرد آخر فقال أنديتنا أهم. هل هذه الفكرة أستاذ حسن هي الموجودة الآن في الشارع الرياضي، النادي أكثر من المنتخب؟ مع الأسف أنها موجودة، وليست المشكلة في أنها موجودة، في كل أرجاء العالم موجودة الفكرة، هذا الانتماء للنادي، لكن المشكلة في من يعزز لهذه الفكرة، من ينمي هذه الفكرة، من يطورها. للأسف أنه عندنا نحن من يهيج ويؤجج لفكرة النادي أولا، أنه كثير حقيقة على مستوى الإعلام، على مستوى الجمهور، على مستوى الطرح العام بشكل عام، يعني طموح هذه المشكلة. نعم، طموح عبد العزيز الخالد نحتاجه في أيضا في كثير من منتخباتنا خاصة المنتخب الأول.
الطموح هو أساس النجاح، متى ما كان هناك طموح كان هناك السعي وتحقيق الهدف. فأعتقد أن عبد العزيز الخالد أو الدكتور عبد العزيز الخالد استطاع أن هو يحقق النجاح من دافع الطموح الذي كان يمتلكه في داخله. أعتقد أنه ثلاث بطولات كأس عالم ليست بالسهلة وليست بالهينة لمدرب يملك هذا الطموح ويملك هذا الإصرار ويملك هذه الدافعية بتحقيق مثل هذا المنجز. أعتقد أن الدكتور عبد العزيز الخالد فعلا وضع الكرة في ملعب كل المدربين الوطنيين بأنه لابد أن يكون لديكم الطموح، لديكم الإصرار ولديكم الدافعية لتحقيق ذواتكم كمدربين إن كنتم أردتم الوصول لما وصلت إليه. فأعتقد أن لابد أنكم أنتم تملكون هذه الدافعية وهذا الطموح. فأعتقد أنه عبد العزيز الخالد رجل برهن على نفسه بالواقع ومن خلال العمل وليست بالأقاويل والعبارات الرنانة. شكرا أحمد الشمراني بالتأكيد على هذه المقالة الرائعة. متابعينا الكرام، نأخذ مجموعة من الأخبار السريعة ثم نعود لبعض تغريداتكم في هاشتاغ البرنامج. في صحيفة الشرق الأوسط، عبد الله بن مساعد يطلع بلاتر على برامج الكرة السعودية، وقد ناقش مع رئيس الاتحاد الدولي سبل تطوير اللعبة. ومنها إلى صحيفة عكاظ، استقبال ومكافآت لأبطال ذوي الاحتياجات. وفي صحيفة الوطن، أوروبي لتطوير الحكام السعوديين. ومنها إلى صحيفة الشرق، أمانة حائل تسلم أرامكو أرضا لاستاد عروس الشمال. وفي صحيفة الرياض، خوفا من الضغط وبسبب مشاركة الفريق الخارجية في دور نصف نهائي آسيا، الهلال يتقدم بطلب رسمي لاستثناء الدوليين من معسكر المنتخب في لندن. وفي صحيفة الرياضية، ممثل النادي يلتقي المقرن اليوم، تأجيل مباراة الهلال إلى منتصف أكتوبر. ومن صحيفة المدينة، سيدني يطيح غوانزو حامل اللقب. وفي صحيفة النادي، الفهمي افتح بابك بأيباد والعامري بيننا المحاكم. ومن صحيفة اليوم، 630 دقيقة تدخل السديري التاريخ الآسيوي. وفي صحيفة الرياضية، السهلاوي جاهز للخليج والبرقان يجهز بطاقة هيرناني. إذن متابعينا الكرام، كانت هذه مجموعة من الأخبار السريعة. أبغى أسمع تعليق أخير من ضيفي الكريمين. تفضل أستاذ حسن. أنا عندي الموضوع الأوروبي لتطوير الحكام السعوديين، أنا أعتقد أنه خبر مفرح، وهو يأتي في سلسلة الخطوات اللي قدمها الاتحاد السعودي عبر من خلال لجنة الحكام. إحنا نعرف أنه زادت المكافآت 100%، ونعرف اليوم أنه فيه خبير أجنبي، ونعرف قبل ذلك أنه تم رفع أيضا عدد الحكام الأجانب لتخفيف الضغط على الحكم السعودي. خطوات حقيقة فعلية وعملية لدفع الحكام نحو النجاح. نعم، أشكرك أستاذ حسن القرني الإعلامي الرياضي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في برنامج الأصحاب. شكرا لك وشكرا للزميل أستاذ عبد الرحمن الفلاج، أشكرك شكر جزيل، كنت أتمنى أن نسمع منك لكن وقت البرنامج انتهى للأسف. شكرا لك على حضورك وشكرا لك على آرائك. الله يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة. شكرا محمد الزهراني، سليمان عبد الرحمن، كثير من التغريدات عبد الرحمن الطلحي، لحن العميد صالح الغامدي، صاحب المعالي عبد الرحمن الشيتي، هادي بن مرجع، جروب اتحادي، الاتحاد خلفه إدارة وجمهوره، ولن تفرحوا بالتأكيد وسنفرح بإن شاء الله عودته. كثير من هذه التغريدات متابعينا الكرام راح تكون معنا. شكرا لكم وإجازة نهاية أسبوع سعيدة للجميع، في أمان الله.
يوسف عبد الله المسعري، عمري 15 سنة، ألعب في أكاديمية الموهوبين، ألعب صانع لعب، أتمنى أصير مثل محمد الشلوب، إن شاء الله ألعب في أحد الأندية، وأبوي إن شاء الله يشجعني الحين، وإن شاء الله أصير لاعب ألعب في نادي الهلال ولا نادي الشباب، إن شاء الله في كأس العالم أتمنى ياخذ الفريق اللي فريق إن شاء الله أسبانيا ولا البرازيل إن شاء الله، إن شاء الله ندخل سوي توفق في آسيا إن شاء الله. Yeah.